اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السهرة وهذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك، شهر الأنوار والهدى، شهر ربيع الأول. طبعا ذكرى عزيزة على قلوبنا وعزيزة على قلوب الأمة الإسلامية جمعاء، هي ذكرى مولد خير الأنام، مولد حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في هذه المناسبة وبهذه الذكرى سنتابع مع بعض هذه الورقة ثم نعود. يحتفل اليوم العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، ففي مثل هذا اليوم كان الحدث العظيم ميلاد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى الذي ختم الله به كلمات المرسلين وأحيا به سننهم وجمع الله عز وجل فيه فضائلهم وجعل رسالته خالدة لا يأتيها نسخ ولا تبديل. كان صلى الله عليه وسلم إنسانيا يمسح دموع البائسين ويذمد جراح المجروحين فكان صلى الله عليه وسلم الزوج الصالح، الحاكم العادل، الأب الرؤوف والصديق الوفي. تزينت السماء بأمر من الله تعالى حين جاءت البشرى بمولد صلى الله عليه وسلم، فانتشرت رائحة المسك في الصحاري والوديان، وظهر وجهه الكريم إلى هذه الدنيا كله هداية وحياة. معلم البشرية صلى الله عليه وسلم ومنقذ الإنسانية، مخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الإيمان، ومن عبادة العبيد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعجم، هو خير الورى ونور الهدى ورائد المجتمع الإنساني إلى الخير والفلاح. ما غاب عنا صلى الله عليه وسلم، وإن غاب عنا بجسده الشريف وبدنه الطاهر، فهو معنا بالميراث العظيم الذي تابعنا. مشاهدينا الكرام، هذه الورقة دائما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خير الأنام، مولد حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه السهرة وهذه الليلة المباركة راح نتابعوا مع بعض كذلك عاداتنا وتقاليدنا، وراح نرحلوا بكم إلى العديد من المناطق، راح نتعرفوا على العادات والتقاليد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، ورح يكون حضور مميز لضيوفنا في هذه الليلة. أسعد بحضور في البلاتو الأول الفنانة الراقية والمتألقة ليلى بورسالي. أهلا ومرحبا بك، مولودك مبارك. الله يسلمك شاهيناز، مولودك مبارك أيضا أنت وكل مشاهدي ومتتبعي هذه السهرة. إن شاء الله كل عام وإحنا بخير وإنتم بخير وكل الجزائريين في كل أنحاء العالم بألف خير إن شاء الله. شكرا لك ليلى، وأتشرف كذلك بحضور المنشد الشاب أسامة بونار. مساء الخير أسامة، مولودك مبارك كذلك.
ولدكم مبارك. الزول في اللون ننسوا في سون. شكركم على الدعوة الكريمة. نقول لكم بالقبائلية ثانميرث معناتها شكرا. شكرا لك. نتمنى وإن شاء الله يكون مولود اللي يجيب الخير والهنا والصحة لكامل الجزائريين وين ما كانوا كامل المسلمين إن شاء الله. وحضور كذلك لأول مرة ليس كذلك زينب؟ نعم. زينب تركية متخصصة في صناعة الحلويات التقليدية والعصرية. سعيدة جدا بحضورك وكذلك شرفتينا بحضورك وكذلك الحلويات اللي جبتيها لنا اليوم ورح نتعرفوا عليها أكيد بعد قليل إن شاء الله. نشكركم على هذه الدعوة. هذا شرف لي أن نكون معكم اليوم في هذا اليوم العظيم. مولودك مبارك. الله يسلمك كنتم زادة وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا وصحة مولود كل الأمة الإسلامية والجزائريين خاصة داخل وخارج الوطن إن شاء الله. متميز أكيد بحضوركم والسهرة راح تكون إن شاء الله متميزة بحضور كل الضيوف اللي راح يشرفونا بحضورهم في هذه الليلة، ليلة الأنوار في هذا الشهر المبارك. راح نتحدث عن عاداتنا وتقاليدنا وراح كذلك نستمتعوا من خلال الأصوات الراقية والجميلة في هذه الليلة. بداية حبيت نتعرف على كل واحد فيكم يحكي لي كيفاش أحلى ذكرى جوزها في المولود تاعو. نبدأ معك ليلى تفضلي. أنا نظن يعني أحلى ذكرى هي كي كنت صغيرة 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 بزاف، كان في عمري 3 سنوات وكنت يعني كان أول مولود اللي نتذكره. إيه وعندنا صور تاعك كنت لابسة الشدة المسانية مع الجدة تاعك. مع جداتي الله يرحمها. الله يرحمها. وجداتي كانت تحب بزاف تقاليد وفي المولد النبوي الشريف على بالكم في مدينة تلمسان يلبسوا البنيتات الصغار الشدة التلمسانية ويروحوا يشوفوا العائلة ويشوفوا الناس يعني اللي قراب لهم ويعطيوهم شوية دراهم شوية حلوة شوية. إيه. وما زالت هذه العادة حتى الآن؟ ما زال هذه العادة حتى الآن. أولا كاين الحنة يعني في ليلة المولد النبوي الشريف البنات كامل يربطوا الحنة ويرقدوا بها. إيه. والغدوة الصباح يصبحوا يشوفوا إلى خرجت لهم شابة ولا لا. إيه. وكانت تخرج شابة أكيد. إيه. ومن بعد يلبسوا لهم اللباس التقليدي وخاصة الشدة التلمسانية، يعني يكون أول مرة للبنت الصغيرة تلبس الشدة. هي يعني تحس روحها مرأة كبيرة. صح. وبالنسبة لك أسامة في العادات والتقاليد كيفاش تحتفل مثلا منطقة أو بولاية يوزي وزو، كيفاش تحتفلوا بالعادة هذه أو بالذكرى هذه خاصة من ناحية العادات والتقاليد يعني الجزائرية الأصيلة؟ هي صحيح نلقاو كامل العادات يعني تقريبا نفس الشيء، ولكن في ولاية تيزي وزو في منطقة القبائل ككل عندنا مميزات خاصة بنا. وميم حنا في تيزي وزو بين المدينة والفيلاج والدشرة تلقى اختلاف كبير. احكي لنا انت كيفاش جوز المولد ولا احلى ذكرى هكذا كيما هي ذكرتنا بالاول مرة كي كانت في عمرها 3 سنين، انت كيفاش احلى ذكرى تذكرها اليوم او تفكرها اليوم؟ نعم حنا كنا صغار نتلايمو كامل في دار جدي. إيه؟ مع جداتي كامل العائله صافي نديرو عشاء كيف كيف، موراها الحلوه نديرو الحنه ونديرو شمع نشعلو شمع. وحنا عندنا عاده في المدينه تاعنا كل واحد بالشمعه تاعو. انا بالشمعه تاعي، الاخت تاعها بالشمعه، ولاد عمومي كامل كل واحد الشمعه تاعو ونقعدو نعسوهم ما لازمش تطفى. إيه. صافي الشمعه لازم تقعد توجور شعله، وحنا في بالنا باللي اللي طول الشمعه تاعو ما تطفاش كامل هذاك طويل العمر ما شاء الله. يعني حاجه شفت كيفاش الامور او العادات التقاليد تاعنا يعني عندها دائما من وراها قصه جميله وعبره هكذا، باش على الاقل الاطفال كي يكون صغير الانسان يكون صغير يتذكرها. وانت تتذكر هذا الشيء كانت تطفالك الشمعه؟ نعم كانت ما كانش تطفى نشعلوها. ان شاء الله طول العمر لك أسامة. جميل جدا كذلك أن نذكر في هذه المناسبة زينب اللي حاضرة معنا وكما قلت هي مختصة في صناعة الحلويات. ذكري ولا احكي لنا هكذا حكاية كي كنت صغيرة، أجمل ذكرى تذكريها في هذه الليلة. يعني أجمل ذكريات تاعي كانت في دار الكبيرة عند الجدة ديالي والجد ديالي الله يرحمه. الله يرحمه. كنا كانوا يلمونا كامل الكبار صغار وتوسلنا لا غرومير الجده توسلنا الحنه كامل وتشعلنا كامل الشمع وسي وطيب لنا اطباق تقليديه وحلويات تقليديه وفوالا وناكلوا وفيها بيان سور ذكرى
ذكر القرآن فوالا ذكر الصلاة والسلام على النبي فوالا. صح ذكرتني زينب، يعني هي مناسبة ما ننساوهاش أنها للذكر، مناسبة لدايما تذكير بالسيرة، السيرة النبوية خاصة لأبنائنا وأطفالنا، وهذا جميل جدا أن نتعلم من السيرة النبوية كل ما يتحلى بها وما كان يتحلى بها رسولنا ونبينا المصطفى الحبيب، يعني جميل جدا أن نعلمها لأبنائنا خاصة في ليلة المولد. ليلة المولد اللي وين الذكر يعني كل طيل الليل، والناس يتذكروا في المساجد ولا في الزوايا أيضا. ومن بعد في تلمسان يقولوا الناس يقولوا زمان كانوا من بعد الذكر يعني في الصباح كيكملوا الذكر ديالهم مع الصباح النساء يولولوا. بالإضافة إلى هذا فيه أكيد اللمة الجزائرية على مائدة واحدة ليلة المولد، وفيه أكلات تقليدية جزائرية، وفيه كذلك الحلويات، وزينب عندها ما تقولنا على الحلويات التقليدية، وإحنا نشوف أنواع عديدة جبتها لنا اليوم. نعم ما شاء الله عليك. الله يسلمك يعيشك. قبل ما نهضر على الحلويات، على بالك الجزائر الله يبارك متنوعة وتتميز بالتنوع العادات والتقاليد ديالها من الغرب إلى الشرق، من الجنوب إلى الشمال، وهذا هو اللي يجعلها تتميز. صح. في كل مجالات، في اللباس. صح. في الأكلات والأطباق التقليدية، في الحلويات التقليدية، يعني كان بزاف تنوع. واليوم أنا حضرنا لكم إن شاء الله نكونوا في المستوى، يعني كان أطباق تقليدية وكان شوية أطباق عصرية. بين أهم الأطباق يعني اللي نحطوها ليلة المولد وشن هي؟ ألوغ متنوعة من منطقة إلى أخرى. كاين طمينة فيها تان بليزيوغ بريباراسيون من الطمينة في كل أنحاء الوطن. فوالا كل واحد وكيفاش يسميها. كل واحد كيفاش يسميها. اكزاكتومون. معناها تسمية أخرى. وشنو هي؟ اسميها التأنتة. وي اكزاكتومون، جهة الغرب، وفي الشرق يقولوا لها الزرير. فوالا عندها ميم لا بريباراسيون لي ديفيرونت. وفوالا المكون الأساسي السميد، زبدة والعسل. والعسل اكزاكتومون فوالا. كاين اللي يسولها الفارينة، كاين اللي يسولها يطحنوا الشعير ولا القمح، كل واحد واش يسولها يطحنوا ثاني الحميصة أوسي، كل واحد واش يزيد لها المكسرات ثاني. والبنات تاعها كل وحده تهدر على روحها. يا سلام. وحنا بعد قليل راح ندوقوا. هي تكلمت وحنا شفنا، يعني ما شاء الله شكلا راهي تبان جميله يا اخي. ما شاء الله جميل جدا. جميل جدا. انا ما زلنا الذوق زينب، ما زلنا برك ما ذقناش. ان شاء الله يكون في المستوى. ان شاء الله اكيد تكوني في المستوى. الحلويات تاعنا تتميز بنوسوها صغيره. راح نتكلموا بعد قليل على هذا الميزه اللي تميزك وهي صناعه الحلويات الصغيره. راح نخليو اسامه، حابين نسمعوا اشويق اذا امكن. ممكن نسمعوا اشويق لا اله الا الله. نعم تفضل. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 إله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمداً في رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمداً في رسول الله غني وسيقني إذا نديت جرد ثران العقل يتخمي ملمي إيدو في غذي ونكان أزري غار سيدي يا ربي خلق العبد الملايكة الجان سبع قنوان القواعي البحور ذوينا كفران إيدو رارغ الأسحاري أطجورة كل حوان صلى ناسي ربي عبدا سيزيك نزمان عبدا سيزيك نزمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد في رسول الله دنيني وقيناك في خلق الرحمن يسلو والسيمي يكروي اللنذا فنا وريت غاسة الغشي النوت كان ينملا يطيجك وريت زيري غرسة مسعي فاسة سبحان الله ربي سلمي زال كل شي وزال إذن النار ما زال أبنيني بمقران ربي عزيزان بمقران ربي عزيزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد في رسول الله
شكرا شكرا جزيلا لك بونارو أسامة، الله الله كذلك على صوتك الجميل جدا، على اللحن وعلى الكلمات رائعة جدا. طبعا بهذه الكلمات ولحن لعليلو ما قلتي؟ عليلو نعم. الأول أشويق هو من التراث الجزائري. أما الأنشودة كي دخلنا الأنشودة هي أو الأغنية هي من كلمة وألحان عليلو. العصرنة كذلك حصل في بالنسبة لك زينب، حتى العصرنة عندك في طريقة تحضيرك لهذه الأطباق وهذه الحلويات. نعم هي عصرية ولكن تقعد توجور تقليدية. صح، نحافظ دائما على القاعدة لا باز. اكزاكتو نعم. ايه دونك حبينا نعطيو لها اون توش تاع المودرنيتي، اون توش عصرية اللي هي صغيرة الشكل. فوالا. بالنسبة لك أسامة حبيت نطرح لك سؤال. أسامة اللي ما يعرفوش هو عامل طبعا نعم. في الجودة والمراقبة، الجودة والنوعية والمواد الصيدلانية. وش كيفاش حتى محلل إيه؟ في مراقبة الجودة، كيفاش رحت للإنشاد والمديح الديني وباللغة الأمازيغية؟ اولا يعني الطابع اللي زدت فيه انا صافي، انا ملي كنت صغير مع جداتي ولا مع يما دائما نسمع اناشيد ولا كيما نسموهم حنا اشواق ولا مدائح دينيه كامل باللغه الامازيغيه اللي لغتي الام. صافي من هذاك الشيء اللي بديت من هذاك اشواق ملي كنت صغير وانا نسمع. في الاخير قبل ما تروح ليلى بورسالي تقدمي لنا مديح، طبعا لما بدا منك القبول كلمات لسيدي بومدين ان شاء الله راح نطلب منكم فقط كلمه نبداو. تفضل اسامه ونعاودو نولي ليلى. نقول مولود مبارك اولا لوالدي الامي وابي الخواتاتي الاجدادي كامل العائله وكامل الجزائريين وكامل المسلمين، ان شاء الله يتنعاد علينا بالصحه ولهنا لكامل الجزائريين وكامل المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك اسامه. زينب راح تقعدي معنا مازال كيما اكيد قاعده اكيد. ليلى كذلك ماذا بيا تقولي لنا كلمه بالمناسبه قبل ما نسمعوا المديح. انا بدوري نقول صحه مولود كل العائله وكل الناس اللي نعرفهم وانتم ثاني صحه مولودكم مجددا. شكرا خليتوني نجوز هذه الوقيت شباب، وإن شاء الله العام الجاي نكونوا خير من هذا العام. إن شاء الله نكونوا بصحة وعافية. نستمع مع بعض إلى ليلى بورسالي. وزجابي عين الغول
شكرا لك ليلى، تفضلي. شكرا على هذا الصوت المتميز، صلوات الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا المصطفى. مشاهدينا الكرام، نبقى دائما في أجواءنا والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ورح نتعرفوا على عاداتنا وتقاليدنا بالنسبة لمنطقة الجنوب الغربي، وسنتعرف على هذه العادات من المحطة الجهوية لبشار. شساعة الجزائر تتعدد طرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وببني عباس الاحتفال له طابعه الخاص، عادات وتقاليد تميزها عن باقي مناطق الوطن، فتحول جوهرة الثورة إلى قبلة للجزائريين الذين يحشون إليها من داخل وخارج الوطن. الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تؤتته البندقية والبارود، فعلى مدار 12 يوماً يكسر صوت البارود صمت المدينة، فيحولها إلى مدينة لا تنام احتفالاً بمولد خير الأنام. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ببني عباس يدوم 12 يوماً ابتداءً من مطلع شهر ربيع الأول، حيث يحضر الرجال البارود والذي يعطي للاحتفال نكهة خاصة. كما تسمع من المساجد قراءات جماعية للبردة والهمزية. وفي اليوم الثامن من ربيع الأول تحضر النسوة ما يعرف عندهم بالحبوس، وهو عبارة عن طبق الكسكسي الذي يقدم للضيوف بني عباس أيام الاحتفال. وفي ليلة المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة العصر يخرج الأهالي إلى ساحة المخصصة للاحتفال، يرتدون العباءة البيضاء والشاش الأبيض، يحملون البنادق مرددين بصوت واحد. ليختتم الاحتفال بطلقات البارود وفي تناغم أخاد مع زغاريد النسوة. وإذا كانت بني عباس تنفرد بأسبوع كامل من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فإن مدينة تميمون تنفرد بإقامة أسبوع، أو ما يعرف بالعقيقة التي تقام في اليوم السابع من مولد الهادي المنير، حيث تنطلق المسيرة الكبرى لشيوخ ورواد زوايا قصور تميمون حاملين الأعلام التي تشير إلى زواياهم. وبالمكان المسمى الحفرة يقرأ الجالسون فاتحة الكتاب لتبدأ بعد ذلك الحضرة، وهو لون فولكلوري معروف بالواحة الحمراء، يعبرون من خلاله سكان المنطقة عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هي إذن عادات وتقاليد يسعى أهل منطقتي بني عباس وتميمون لتكريسها وتوريثها للأجيال القادمة، وتعبيرا لحبهم العميق لبدر التمام محمد خير الأنام. شكرا للزملاء من المحطة الجهوية لبشار على هذا الموضوع، وتعرفنا من خلاله على عادات وتقاليد مناطق الجنوب الغربي.
مشاهدينا الكرام، نعود نوليو إلى برنامجنا وسهرتنا الليلة دايما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وبلاتو آخر بوجوه أخرى فنية دايما جزائرية رح حاضرة معنا في هذه الليلة. أرحب بالفنانة حسنة هني. مساء الخير حسنة. ومساء الخير لكل الضيوف الحاضرين معنا اليوم. صحة مولودكم وصحة مولود كل الأمة الإسلامية. شكرا لك ومرحبا بك معنا في هذه الليلة. نرحب كذلك ببوجرة عبد الرؤوف، كذلك فنان جنى من قسنطينة. مرحبا بك عبد الرؤوف. يعيشك شاهيناز العزيزة. صحة مولودك. كل عام وانتم بخير الأمة الإسلامية والشعب الجزائري عامة. مرحبا بك. ودائما معنا مختصة في صناعة الحلويات التقليدية والعصرية زينب تركي، كذلك اللي راح تحدثنا من خلال هذه السهرة وهذا البرنامج على الحلويات التقليدية الجزائرية الأصيلة. بداية أنا حبيت كل واحد فيكم سواء حسنة ولا حتى عبد الرؤوف تحكيوا لي على ذكرياتكم مع المولد النبوي الشريف. احتفالية هذه الاحتفالية كيفاش، واش تذكروا من الطفولة تاعكم؟ نبداو معك حسنة، تفضلي. نبداو الوغ كيما ما يخفالكمش باللي حسنة بنت حي شعبي، حي يعني معروف ما بين القصبة وباب الواد الرونفالي. وحنا كبرنا ونشوفوا الوالد تاعي الله يرحمه كل مولود مع الصباح يروح لسيدي عبد الرحمن، ماشي بعيد زاوية سيدي عبد الرحمن تعالي، ماشي بعيد على المنزل، 10 مترات على المنزل فوالا، وين يتلاقاو صبحة المولود مع شيوخ كتار منهم الشيخ سيد حمد السري الله يرحمه، عمي ماماد كاين بزاف الله يرحمهم، يتلاقاو الصباح في سيدي عبد الرحمن ويديروا كيما نسموها احنا في ألجي المولوديات. فوالا المولوديات، وين يقراو القصيد. هذه تقام صبيحة المولد. صبيحة المولد النبوي الشريف اكزاكتومون. الوغ كي يجي شغل احنا عندنا كيما نقولوا عيد اخر نحتفلوا به ونفرحوا ونستناوه، لانه على بالنا فيه عشاء، فيه لمة عائلية، فيه شوية احنا الدراري نخرجوا نلعبوا. فوالا. ونفس الشيء بالنسبة لك عبد الرؤوف. حي شعبي، أنا تاني من حي شعبي تاني عارف. الله يبارك. الله يبارك. اللي هو لحبة الصوف ما كانش ما يعرفوش، ما كاين اللي عادة تلحقش عليهم أنا، كاين اللي ملحقش عليهم أنا. وحكاهم لي تبدلت الدنيا، ما بقاش كما كانت كما بكري كما درك. الحلاوة هذاك والسود هذاك تاع زمان ما بقاش شوية. واش تتذكر من الطفوله تاعك كيفاش كان عبد الرؤوف، ولا احلى ذكرى ربما تشفع عليها بهذه المناسبه؟ جيت الاكل كما نقولوا هكا الله ماكولات، عندنا دي بلا سبيسيال تاع المولد، من تريد الكسكاس، تريد الطاجين، راك حافظهم، تشكشوخه كيما وصلتني معاك حافظهم. في صبح طلع المولود عندنا زرير وزلابية لازم يكونوا في صينية، كي كانت الزاوية تاع عيسى وبكري كانت محلولة نديرو القنديل ويشبه شغل كما نقولوها بالك السفنج، بصح يجي هو شوية صغير يديوها الله والدينا الزاوية تاع عيسى الصباح ويذكروا. وحنا كنا كي تعرفي شي يوم لعبوا ذكريات الطفولة. زينب أكيد مادام تكلم عبد الرؤوف وحسنا عن ذكرياتهم وطفولتهم، كل منطقة بالجزائر تتميز بعاداتها وتقاليدها، حتى الحلويات التقليدية كل وحدة منطقة عندها حلوياتها التقليدية وأكلاتها الشعبية. احنا كنا تكلمنا في البداية عن الحلويات التقليدية، أنت كمختصة في صناعة الحلويات التقليدية العصرية وحتى العصرية، يعني ضفتي لها لمسة عصرية، وش هي الحلويات ربما اللي جبتيها لنا في هذه الليلة اللي ضفتي لها ربما بصمه خاصه بك زينب؟ alors كاين لي دات فوري alors avant كان يسوون beaucoup plus بلا بات داموند دونك احنا بدينا لهم الحشوه تاعهم و لي دو ميتر لا بات داموند اون مي دي كونكاسي افيك دو شوكولا مكسرات، يعني مخلطه بالشوكولاته فوالا مخلطه بالشوكولا غلاسي وشوكولا، اون ديكوراسيون تري مودرن ورا الدشوش هادو كلها المكسرات اوسي فوالا.
تبقى طبعا نكهة المولد النبوي الشريف أكيد بوجود الأطفال، والأطفال حاضرين معنا اليوم في هذه الليلة وفي هذه السهرة طبعا، ونبقوا في هذه الأجواء لأنه الحديث ماوش ربما نركز عن الروحانيات، عن الذكر، عن فيه واحد الدعاء كان يذكر يقوله في صباحة المولود كما قلت ذكرتيها المولوديات، فيه دعاء وانت قمت يعني حتى اداؤه على شكل مديح، تفضلي يا حسنة. هو يعني كان بزاف لهاد، انا كما نقول لك اكتشفت ريسامون ناس الغرب كان بزاف اللي يستعملوا هذا الدعاء حتى في صلاتهم يدعوا به. الدعاء هذا كانوا يختموا به كل يوم صبحة المولود، يختموا به البرنامج نتاع مولوديات، ألا وهو يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم. جميل جدا ان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وجميل جدا ان نحافظ كذلك على اغانينا من خلال عديد من الطبوع. سي عبد الرؤوف، واش راح نسمعوا في هذه الليله؟ واحد المديح كرا متصورات يا محمد جد الحسنين، ان شاء الله يكون عند حسن ان شاء الله. تفضل. هنطلب رسول الله أن يعطف على حالي، هنطلب رسول الله أن يطوف على حال فأنت، إذا طاق الخناق وسيلتي فكم من مرة فرجتنا أنا فكم من مرة فرجتنا دنا 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 تسألني. يا محمد يا جد الحسنين سدك بصحابة اشفع فينا يا نور العين، يا محمد يا جد الحسنين سدك بصحابة اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي يا أبا الزهراء معانا في الدنيا والأخرى، يا سيدي يا أبا الزهراء معانا في الدنيا والأخرى، يا سعد اللي زارك مرة، يا سعد اللي زارك مرة ومتعي العينين يا محمد
اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين عليك صلى السلام والملائكة الكرام عليك صلى السلام والملائكة الكرام كل مسلم يا كلام كل مسلم يا كلام اشفع كل خير يا محمد اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين سيدك بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا سيدي هاجت اشواقي والكرك هما رفاقي يا سيدي هاجت اشواقي كم يا منبع الرشد والأخلاق يا منبع الرشد والأخلاق والحق المبين يا محمد اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا جد الحسنين صدق بالصحابة اشفع فينا يا نور العين أمين يا رب العالمين. تفضل سي عبد الرؤوف. شكرا على هذا الأداء وأكيد من خلال تراثنا الأصيل تراثنا الجزائري الأصيل من خلال هذا الأداء كذلك الرائع أكيد مشاهدينا استمتعوا كثيرا ورح نسمعوا بعد قليل حسنة اللي رح تكون من خلال برنامج آخر يعني الأغنية ديجا القصيد اللي حنأديه اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف هو قصيد للشيخ محمد بن سليمان اللي عملته كما يقولوا عن طريق فيديو كليب تكريما للوالد تاعي الله يرحمه الشيخ عمر الزاهي الله يرحمه وكما نقولوا كولابوراسيون مع جمعية الجنادية لمدينة بوفاريك نعم والشيخ كمال بالخيرات اللي نشكرهم بالمناسبة في الأخير كلمة أخيرة قبل ما نخليوك تغني ألوغ في الأخير ديجا نشكركم على الدعوة مرحبا بك نعود نجدد تحياتي للأوركست خلو معطيكم الصحة بلا ما ننسى الفرقة الموسيقية جمال بفدال جمال بفدال إلى كل الضيوف واش نقول ان شاء الله يا ربي يحل علينا كاع البيبان ويحل علينا وان شاء الله العام هذا اللي وجاي يكون خير من العوام الاخرين ان شاء الله وبلا ما ننسى حبيت نشكر يعني السيده اللي لبستك ولباسك يعني جميل جدا فوالا لباس تيبيكمون شاوي الله يبارك سي نيد كرياسيون بلا ما ننسى لي بوجي تاع تاج الريام باردون لي بيجو تاع تاتشي لي بوجي لي بوجي راح نشكرو كذلك معليش ما فيش دخلوا لي هنايا عجبوك الشموع تاعنا الشموع مام سرقت مقبلات حبه تمر يعطيكم الصحه سي لا غير فريمون بزاف بنان محلاها لما محلاها لما ومحلاها قاعده عبد الرؤوف تفضل في النهايه كل الشكر على الدعوه هذه مرحبا بك كل عام وحنا بخير ان شاء الله المؤمنين كما بعضنا ان شاء الله كل الشكر للميسر جمال بافضل تعاضى لي معاه بكل ربي يزعينا ان شاء الله هذا البلاد
ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يرحم الله الموتى تاعنا ويشفي الله جميع الوحده مريض المستشفى والله في الدار. ربي يسر بلادنا يحميها. امين. كل عام احنا بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا على حضوركم. زينب تقعد دائما معنا. طبعا زينب هي مختصه في صناعه الحلويات التقليديه والعصريه اللي راكم تشوفوا فيها الان من خلال طبعا حضور مميز لكل انواع يعني الحلويات التقليديه بانامل جميله جدا. يعني مازال ما دقتش لكن ظاهره انها رائعة جدا. بارك الله فيك وأكيد معك يعني مساعدة لنشكرها ولا الشركة تاعك. هي نعم exactement عايشور نسرين نتوجه لها كذلك تحية ونقول لها صحة مولودها. الله يسلمك. شكرا لكم. نشكروا كذلك مدام تكلمت حسنة على الشموع. نشكروا كذلك الحرفية في صناعة الشموع السيدة مروة منا. ونشكروا كذلك دار ياسف للخياطة الرفيعة خاصة السيدة زهيدة ياسف على اللباس التقليدي وعلى كل مرة وتعاونها معنا ومع برامج تلفزيون الجزائري. مشاهدينا الكرام خليوا حسنة تروح تقدم لنا المديح. مديح نبكي على ذنوبي. تفضلي. نبكي على ذنوبي وضيع وقتي. إن شاء الله. شكرا. تفضلي. من اللحظة ومن برق المزنون.
رجعت بيه لسلفت ما رجعتي من دعا بعناية حصان هذا اللي ما لضحيت بيه مع النار هذا الهوى الهايم زياد لعتي رد في قلبي ما بقى كتار والعين من الشوف ما تتهنى أنا يا حقني نتعزى في حياتي ونبدل منام بالصهور ما تبعت لا فرض ولا سنة نبكي على ذنوبي وضياع بالحسن شكرا للفنانة الرقية والمتألقة وبهذا الصوت الرقيق والدافئ طبعا من أداء هذا المديح من أداء حسنة هني دايما مع الفرقة الموسيقية ودايما تحت إشراف المايسترو جمال بافتيل. مشاهدينا الكرام سننقلكم إلى منطقة أخرى من مناطق بلادنا الحبيبة إلى الشرق الجزائري راح نتعرفوا كذلك على عاداتهم وتقاليدهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بشرا للعالمين يوم تزين له الكون بأسره واحتفى وفرحت الملائكة والخلق كله تختلف مظاهر الاحتفال وطقوسها من منطقة لأخرى بهذا اليوم استعدادات خاصة توليها عائلة شياد بقسنطينة لهذا الموعد المبارك والسار منذ عقود طويلة وبكل عام الأب تاعنا الشيخ عبد القادر الشياد رحمه الله اللي راهو مسمي عليه اليوم المسجد العتيق تاع الخروب بعد صلاة العصر تبدا التسبيح ويبدا الحزب الراتب انه يتليموا طلاب القرآن الشيوخ القرآن اللي حافظين العضلة ويديروا الحزب الراتب يكرروا القرآن ويختموه في هذاك اليوم كانوا المعلمين تاع القرآن يديروا المسابقات اللي تجي قبل المولد اللي يجي قبل المولد تاع الحفظة وفي يوم المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب يكون هناك درس كان يدير الوالد الدرس ويكرر محافظة القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والزهان والسماء رفعها ووضع الميزان كل أسرة قسنطينية جزائرية يتم التحضير لها عبر أطباق تقليدية عندنا شخشوخة عندنا تريدة وفي العادة يكون يعني العشاء تاع المولد سابق لليوم تاع المولد بعدين في الصهرة متعودين على البردة قصيدة البردة احنا الخاوة نتلمو ونلقيو القصيدة هذه تاع البردة بال 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 بالدف بالإيقاع غدوة من ذاك عندنا الوالدة اللي بالمناسبة نتوجه لها بالتحية عندها يعني طقوسها الخاصة عندنا البسيسة في الفطور عندنا القرصة في الغداء قد أشرقت الدنيا
بنور محمد. قد أشرقت الدنيا بنور محمد. للعائلة فرقة إنشادية للسماع الصوفي يجتمع الإخوة فيها منشدين مهللين ومكبرين إلى غاية طلوع الفجر، فرحا وبهجة بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. قصة المولد النبوي الشريف نحتفل به بطريقة خاصة، يعني الوالد حتى في العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا هذو أعياد دينية تلقاه يوجد في الخطب، يوجد في الدروس. نروح حنايا للمسجد بعد صلاة المغرب نحضروا الدروس ونحضروا لا لا لا. أما هنا في, 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 في الدار راك تعرف اللي يغني هاو يغني، نتلاقاو نقعدوا مع بعضنا ونبداو نغنيو في المدح في حق النبي عليه الصلاة والسلام. الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي، الله دايم حي. أتمنى للأمة الإسلامية والعربية كافة والجزائريين خاصة نهنيهم بالعيد هذا. هذا راهو عيد تخير البشر، على قد ما تحتفل به يبقى الاحتفال تاعو ديما حي في قلوبنا. لا تكتمل المراسيم الا بالرجاء والدعاء والاستجداء لله عز وجل بيوم كان فيه ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم مفتاحا للبركات والرحمات والخيرات. شكرا للزملاء بالمحطة الجهوية لقسنطينة، من خلال هذا الموضوع تعرفنا على مختلف العادات والتقاليد الجزائرية ونقلناكم إلى منطقة الشرق الجزائري. مشاهدينا الكرام، فاصل إشهاري ثم نعود. بنك البركة الجزائري 30 سنة من المشاركة المثمرة بخدمة الصيرفة الإسلامية. بمناسبة مولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنك البركة الجزائري يتمنى لكم مولد نبوي شريف. بنك البركة الجزائري، شركاء في الإنجاز. عودة مجددا لكم مشاهدينا الكرام أو في قنوات التلفزيون الجزائري، مرحبا بكم أينما كنتم وأينما وجدتم. نقول لكم صحة مولودكم، راكو تابعوا في برنامج وسهرة المميزة سهرة خير الأنام. طبعا راح نتابعوا مع بعض دايما أجواء وفي أجواء دينية، وسنتحدث عن عاداتنا وتقاليدنا الجزائرية بإذن الله. حضور كذلك لضيوفي في هذه الليلة وبلاطو آخر، وحضور كذلك للفنانة أمال سكاك. مساء الخير أمال، صحة مولودك. صحة مولودك، كل عام بخير إن شاء الله. كل عام يعني والكل حاضرين والضيوف لهم معنا، كل عام بخير إن شاء الله. مرحبا بك. وحضور كذلك لواحد من الأصوات كذلك الراقية والجميلة جدا، المنشد أخروف عبد الجليل. أهلا عبد الجليل، صحة مولودك. أهلا بك أختي الكريمة شيناز. نقول مولود مبارك إلى جميع الأمة الإسلامية عامة وجزائرية خاصة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هذا عام خير علينا مثل خير الأنام إن شاء الله يا إن رب. شاء الله يا رب. ودايما معنا زينب تركي متخصصة دايما في الحلويات التقليدية والعصرية. احنا تابعنا منذ قليل، كان ضيوف حضروا معنا في البرنامج منذ البداية، وكل واحد تكلمنا عن عاداته وتقاليده الخاصة بمنطقته، وكذلك تكلمنا عن أحلى الذكريات بهذه المناسبة. وأكيد كل واحد فينا تبقى له ذكريات تخصه هو كشخص. يعني أنا كل واحد حب يحكي لي في هذه الليلة، ليك بالنسبة ليك أمل أحلى ذكرى؟
بالنسبة لي صراحة يعني مولود ككل مولود في العائلة الجزائرية، يعني تشوفي ديك اللمة بين العائلة كلها. ولكن أنا كان عندي يعني واحد الحاجة سبيسيال، كانوا الجيران يعني يجيو دائما نلقى لا كوموند ليا. أمل هذه الليلة المولود أروح يتغني لنا. شحال كان في عمرك أنا ذاك؟ ممكن 12 13 يعني. الله يبارك. يعني من الصغر تقدر تقولي من الصغر وانا نغني، يعني عرفوا انه نغني فيديوني يعني يديروا ديك لما نديروها. احنا كنا في دار جدي، يعني عندنا زنقه ديار متقابلين، نخرجوا لبرا يعني الحصير نفرشوا، الجيران نساء بنات كاع مجمعين، ونحضروا يعني يعني الاطباق يعني الخاصه بعيد مولد النبوي، وانا قاعدين نغني في السهره حتى الليل، وانتم قاعدين يعني مستمتعين مع بعض كبارا وصغارا. أيوة. جميل جدا. هل الاجواء نفسها ربما عبد الرؤوف، عفوا عبد الجليل؟ نعم هي يعني نفس الاجواء. المولد وهو الشعب الجزائري خاصه، يعني نتكلموا على الشعب الجزائري، هو يوم يعني يوم يعني ما له خاصيه، له كانه كان الكون يغرد، يعني الشعب الجزائري كان فرحان في هذاك اليوم. يعني نفوتوا ايام المولد، يعني العائلات يعني يخرجوا الى الاسواق، يحاولوا انهم الفرحه، كاين البهجه، كاين سرور في وجوههم، كاين حاجه كي ماهيش عاديه، حاجه يعني في هذاك اليوم الليله هذيك. المساجد ايضا، نحن نكون في المساجد وعندنا خاصية في المساجد مع مشايخنا، يقرأوا البرزنجي، وهي يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني ولادته حتى يعني أكمل كل ما يعني أتى به من عند الله عز وجل. يعني كان حوالي كثير من الأشياء يعني الجميلة الروحانية في الزوايا، يعني لحد الآن الحمد لله في قسنطينة لحد الآن موجود هذا. ممكن قلت بعض لأن قسنطينة أصبحت يعني كبيرة، يعني عاصمة الشرق، لكن نجد هذيك الرغبة وهذاك الحب وهذاك الانتماء موجود الحمد لله. نشوفوه في وجوه الناس، وفي لما نمشيو الاسواق ونمشيو كذا نشوفوه الحمد لله. صح مادام ذكرتني في الزوايا وذكرتني كذلك بهذه المناسبة. هذه المناسبة يحتفل بها عبر ربوع الوطن اكيد، وجزائرنا واسعة وشاسعة، في الاحتفالية كذلك تحتفل بصورة جميلة جدا بمنطقة تيميمون وابن عباس، يعني طبعا الاحتفالية كبيرة جدا، وتعتبر هذه التظاهرة مصنفة عالميا ضمن تراث العالمي كتراث عالمي طبعا، بالإضافة إلى المدح والإنشاد فيما يخص هذه المنطقة. صحيح. هناك حتى أسبوع تيميمون الذي يقام بعد 7 أيام، وفيه يعني بعض المناطق ليحتفلوا بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول. بعد 7 أيام تقعد الاحتفالية يعني مستمرة. تفضلي يا ليلى. أمان. يعني احنا صراحة يعني حكم انه انا مدينة نظروما، يعني كما راه يقول حتى عندنا زوايا يعني، وتاني تقام يعني قعدات تاع الذكر، يقراوا قرآن، وتاني تلقاي العائلة تاني تسمعي الإنشاد. بصح نحكي لك يعني بكري كانت هذيك البنة، وكانت يعني باغابوغ يعني الدروك قلت شوية، ف يعني تلقاي الأطفال هكا ملتمين يديروا لهم الحنة. احنا في تلمسان يعني كي يديروا الحنه، راح نقول لك كي يديروا الحنه واش يقول، يعني الجايز يديروا الصغار الحنه هكا يا ما يصليوا على النبي، بصح يقولوها يعني ينشدوها. مثلا يقولوا ممكن نسمعوا، يقولوا صلاه وسلام على النبي المختار سيدنا محمد ربحي وراس مالي، يعني يقولوا هكا ويولولوا ام ميم طون بعدها. جميل جدا لما نستمع الى مثل يعني لما ترافق هذا الصوت، خاصه صوت امال جميل جدا، ونسمعوا كذلك المدح والذكر هذا حتى في منطقه الشرق في نفس الشيء، لكن ربما
بكلمات اخرى ولا بنفس الشيء؟ هو يعني نتكلم على بعض يعني الموجوده حاليا، يعني عندي الاولاد الصغار يعني محمد اسلام ويوسف. يعني الان هو يوسف عنده 4 سنوات يعني في الحضانه، الان راهم يقيموا يعني في الحفل، ونشوفوا يعني طيل الايام قبل يعني يعني ملي يدخل الربيع الاول، شهر ربيع الاول، وهما يبداو الليله هذه وبعدها يكملوا يعني في لمده شهر. لكن نشوف في وجهه حفظ زاد النبي في 4 سنوات، زاد النبي وفرحنا به، حفظ طلع البدر علينا، نبقى غير اننا يبان لي كانه حاجه جديده. كيف يعني يستطيع أن، وهي راسخه فيه يعني، وراسخه في اولادنا، وراسخه في يعني صح. الحمد لله، هذه نعمة من عند نعم الله عز وجل يعطيها عباده، الحمد لله. حبينا نسمع اليوم وفي هذه الليلة المباركة مديح، واش نقدروا نسمعوا من عندك؟ حاولوا نقدموا يعني أجمل ما كتب أمير شعراء أحمد شوقي، ولد الهدى فالكائنات ضياء. وأنا أعرج على أبيات اللي هم يقولون أنهم لي يعني متصوف ما، لكن كان جدال كثير. هي لولاك يا زينة الوجود، لكن لا يعرف لمن هي متخصصة، يعني لمن هي تنتسب الكلمات. الحمد لله أعطيناها لحن، إن شاء الله نحاول نقدمه هذا. تفضل. شكرا. لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود، ما طاب عيشي ولا وجودي.
حطاها يعجبني ذي الحسن البديع ذي الحسن البديع وحديث يطربني ذي الوصف الربيع ذي الوصف الربيع زيارة الشفيع زيارة الشفيع عند ننزلوا يا سيدي عند ننزلوا عند ننزلوا يا سيدي عند ننزلوا يا إلهي يا هادي طلبي كملوا طلبي كملوا بيكملوا يعطيك الصحة أخروف عبد الجليل وهذا الصوت القوي ورحلنا معك إلى قسنطينة إلى الشرق الجزائري من خلال الموسيقى وتحية كذلك للفرقة الموسيقية لرفقتك وإلى المايسترو جمال بافدال طبعا قائد الفرقة الموسيقية تحية لكم شكرا صباحة المولد النبوي الشريف ربما فيه ربما دعاء ولا مميز هذا شكل مميز دعاء أو نشيد معين أو حتى في الحنة بمنطقة الشرق الجزائري الله يا أنا اللي نذكرها ولحد الآن ندير هذا مع عائلتي كنت صغير إنه كانت عندنا البيت العائلي في الليل كيجيو راح نرقدوا نشعلوا شمع حسب عندنا نسكنوا في غرفة حسب عدد الأفراد حسب لا عدد ماشي غير الأفراد الغرف في كل غرفة تشعلوا شمع كل ما نشعلوا شمعة فيها وروحوا نعسوا في الليل يعني كي يجوا حنا نرقدوا خلاص شعلوها ونخليوها شعلة نجعلها ربي شعلة إن شاء الله ديما في يعني منيرة وضوها يعني ما يعني ايش نقول لك انا ربي ان شاء الله يضويها علينا شو ان شاء الله ان شاء الله دائما فقط نقول الحيطه والحذر للناس اللي تشعل الشموع يعني دائما الحيطه والحذر للاطفال كذلك وخطر المفرقعات نقول لكم دائما لصحه ولطبعا سلامه ابنائنا وبيوتنا دائما نحافظوا على ارواحنا وارواح ابنائنا ان شاء الله في الاخير كلمه اخيره عبد الجليل تفضل والله أشكر جزيل الشكر تلفزيون الجزائري على هذه الاستضافة نشكرك أيضا أنت على هذا اللقاء الجميل شكرا أشكر الفرقة الموسيقية وعلى رأسها الأستاذ جمال مفدال الذين كانوا متميزين جدا ونشكر جميع من ساهم يعني من بعيد وقريب على هذا إنتاج هذه الحصة الجميلة ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا اليوم وهذا الجميل هذا اليوم المبارك أعوام وأعوام 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 ويخليه للأجيال إن شاء الله ويبقى دائما راسخ في قلوبنا يا رب إن شاء الله يا رب. بالنسبة لك أمال قبل ما نسمعوا طبعا مديح مديح من التراث الجزائري وبصوتك كذلك المتميز ونحب كثيرا الصوت تاعك خاصة يعني لما عفوا قلت لك هذا من ذوقك شكرا لك شكرا لك حبيبتي في الأخير وبهذه المناسبة تفضلي بهذه المناسبة أنا نقول كاع للشعب الجزائري صحة مولودك وإن شاء الله كل أيامنا سعادة ويدوم علينا الفرحة وإن شاء الله والسلام على الجزائر وشكرا لكم على هذه الدعوه يعني الجميله يعني كوبيها توصلوا للبيوت الجزائريه يعني هذه القعده بكم باش يعني تقعد راسخه كل عام ويعني وتقعد دائما يعني متواجده يعني في هذه المناسبه ومحلاها لما بيناتنا ان شاء الله وربي يجيب الخير ان شاء الله وش راح تقدمي لنا في هذه الليله راح نقدم لكم قصيده من تراث يعني تلمساني حوزي
بعنوان سوقنا عامر بالله. إن شاء الله. تفضلي. شكرا. حد بالمسال عامر بالله
أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك أمال سكاك، شكرا كذلك لأخروف عبد الجليل على حضوركم معنا. إن شاء الله نتلقاو في مناسبات أخرى بإذن الله. زينب دايما تبقى معنا من خلال بلاتو آخر، راح نشوفوك مع الأطفال بعد قليل في باش نحضروا الحنة بعد ما نشوفوا مع بعض مشاهدينا الكرام أجواء أخرى مختلفة من ربوع وطننا الحبيب. سنرحل بكم إلى منطقة الجنوبي الشرقي، إلى ورقلة والمحطة الجهوية لورقلة، ونشوفوا عاداتنا وتقاليدنا بمناطق الجنوب الشرقي. عشية الاحتفال بمولد النبوي الشريف تشهد الأسواق والأزقات ازدحاما كبيرا، خاصة عند أصحاب بيع الأعشاب، وهذا لاستقبال هذه المناسبة السعيدة. كل واحد يشري، كاين يشري شخشوخة، كاين يشري التريدة، وكاين يدير البركوكس و مكسرات الجوز على الكوكا و... حيث تبذل الأسر الورقلية اهتماما كبيرا بالاحتفال بمولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، غالبا ما تتصدره عادات وتقاليد لاستقبال هذه المناسبة. لا ماجوريتي هي الطعام يا الشخشوخة، واليوم انا نمدي في الشخشوخة المول. حنا عندنا عادات وتقاليد كما الشخشوخة، شخشوخة كاين بسكرية وكاين العربية هذيك اللي تجي مقطعة، المردود، طمينة، نديروا للوليدات الصغار هكا الحنة، شغل شوية أكلات هكا شعبية باينة تاع التراث بلي عند المولد النبي الشريف، هكا نشعلوا شموع شوية طرطة. تتزيد المساجد لاستقبال مولد النبوي الشريف مع قدوم غرة ربيع الأول، وهذا بإلقاء الدروس والمواعظ في مختلف المساجد والتعريف بخصال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يستهل شهر ربيع الأول بل وقبله بأيام إلا وتزدان المجالس بذكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدائحه، وهذا لأن شهر ربيع الأول هو الدافع الذي يتجتمع فيه الناس ويستشعرون وشعورهم الفياض بارتباط الزمن بعضه ببعض، فيتذكرون بالحاضر الماضي. كما ذكر الشيخ أن كل يعني في كل شهر من شهر في كل عام من شهر ثاني عشر ربيع الأول تزداد هذه المجالس، وإن دل ذلك فإنما يدل ذلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ولا تكون ذلك إلا بمعرفة خصاله وشمائله. كما نستذكر كل يوم في هذه الجلسات يعني من قراءة الوسائل المتقبلة والبردة وإلى غيره. الاحتفال بمولد النبوي الشريف هو تأكيد لأهمية تربية الأجيال الصاعدة على أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والتعريف بميلاده. بسم الله بسم الله بسم الله يبدأ البديع، بسم الله يبدأ البديع، والصلاة على رسول الله هو سيد السيادي. محمد محمد صلوا يا الأمة عليه، صلوا يا الأمة عليه، سيدنا وشفيعنا يربح من صلى عليه. الحنة يحنينا يلي جيتي من المكة، اللي جيتي من المكة، ويربطوها ولادنا بالسعادة والبركة. حب الملوك جاني هدية،
مخبل في وراقه، مخبل في وراقه، في المولود وشموع ضاوية يا محلى قعداته. مشيت مشيت على ديك المريجة وعجبني نوارها، وعجبني نوارها يا محلى هاد القعدة، ربي إن شاء الله يدومها إن شاء الله. مراد جعفري، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الليلة وهذه السهرة المميزة. مولودك مبارك. الله يسلمك، مولودك مبارك، وكاع اللي راهم حاضرين والمشاهدين راهم يشوفوا فينا من الشاشة، نقول لهم كاع صحة مولودكم وكاع المسلمين اللي في العالم إن شاء الله. ونرحب كذلك بالمنشد رزوق كمال، أهلا ومرحبا بك وصحة مولودك. أهلا بك شاهيناز، سعيد جدا بأن أتواجد معكم في هذا البلاطو الجميل مع أستاذي القدير مراد جعفري، أيضا هذه الفرقة الموسيقية الجميلة الحاضرة معنا. مولود نبوي شريف علينا جميعا وعلى الأمة العربية والإسلامية، إن شاء الله كل عام جزائرنا بخير إن شاء الله. إن شاء الله، أمين يا رب العالمين. وإحنا استمعنا في البداية إلى كيفاش يقولوا تقديمة تاع الحنة، والحنة نصيبوها في كل المناسبات سواء في الأفراح، يعني في المناسبات الأعراس نشوفوها، كذلك مناسبات دينية. وشفنا زينب لما حطت الأطفال الحنة، وأكيد كل البيوت الجزائرية اليوم على موعد أنها تحط الحنة لأبنائها، سواء يعني ليلة المولود ولا حتى صباحة المولود يحطوا الأولاد الحنة. والحنة كانت زمان تجي من مكة، من مكة مكة والمدينة والمدينة مكة والمدينة. وعلى بالك دوك احنا في المولود العوايد، يعني نبداو بالصغار حتى الكبار يحنيو، ايه حتى الكبار يحنيو، هذه من العادات تاعنا. ويعني واحد الحاجه يعني نكهه خاصه يعني صح. يعني المولود سي احنا عندنا عوايد بزاف على كل حال، وهذا ما يميز يعني بلادنا الحبيبه، ان متنوعين ومتميزين في طبوعنا في عاداتنا وتقاليدنا، حتى الاحتفاليات كل احتفاليه وعندها نكهه. اكيد في الواد في نكهه اخرى ومنطقة الجنوب الشرقي، ليس كذلك كمال؟ نعم، احنا إذا ذكرت المولد نذكر معها العصيدة، هذه الأكلة المعروفة في ولاية الواد، نصنعها من السميد من الماء والملح، نغلوهم معها يعني كنت نكلف الزوجة باش تعطيني فكما قلت لك السميد تعطيك لاغوسات يعني. نعم الماء والملح، أيضا نحط لها الفرماس باش تعطيها شوية الحلاوة، يفرقوها نساء على الصغار ولا الكبار، وترسل إلى المساجد، لأنه احنا في ولاية الواد من عاداتنا وتقاليدنا أنه نحيي ليلة المولد النبوي الشريف من صلاة من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى صلاة الصبح، نصلي الصبح ونكمل مباشرة إلى الصباح، الختام يكون بالعصيدة وبالمشروبات وبالفرح وبالسرور مع الجميع المصلين والحاضرين في الزوايا وفي المساجد وفي المدارس القرآنية. نفس الأجواء أكيد مراد في منطقة يعني الجنوب، عفوا في منطقة الوسط في العاصمة وضواحيها. حتى مقبل كنا تكلمنا عن منطقة بني عباس وتيميمون، وقلنا أن أسبوع تيميمون معروف حتى يستقطب العديد من السواح، وتراث مصنف ضمن القائمة يعني اليونسكو. حتى في منطقة شرشل أو في شرشل فيه عادة جميلة جدا هي المنارة. المنارة يعني معروفة المنارة في شرشال، تكون يعني فلوكة ضاوية فيها يعني بزاف الفانوس، كما عدة الفانوس كما هذا كما هذا كما كبار، ويعني فيها بزاف الأضواء، يعني حاجة خارقة على العادة. والعائلات كاع يحبطوا الميناء تحتها، والعائلات كاع يعني كبار صغار. ذكروا أن الوالدة من شرشال، وأنا الوالدة الله يرحمها من شرشال، الله يرحمها، ويعني بدات في من ناصر وهبطوا سكنوا في شرشال، العائله من نادي اللي نحييهم صحه مولودهم، صحه مولودهم، وديرهم سكنوا كما خوالاتي وخالي قاعدين في، وما زالت هذه العاده، ما زالت العاده، وزدك شويه نقصت شويه، مي
راح تولي ان شاء الله، ونحيي ناس حد جور تانيكم باسكو خالتي وخوالاتي وخالي ان شاء الله. تحيتنا يعني لكل الجزائريين اينما كانوا اكيد. نعم. الان اش راح تقدم لنا كمان؟ نعم، احنا عندنا الاصوات تاعنا في المولد النبوي الشريف، كامل الاصوات الجميله في ولايه الواد تلقاه مبحاحه كامل. علاش؟ لانه من بدايه دخول المولد النبوي الشريف او الربيع الاول ايه؟ تبدا الابتهالات كما قلت لك، تبدا يبدو احنا نقدمونا في الصف الاولى، نعودوا طيله ايام المولد النبوي الشريف باش بعدها نرتاحوا. فان شاء الله راح نقدموا مدح عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. طالما اشكو غرامي حبا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه جميعا. صلى الله عليه وسلم، تفضل. تحيرا وارحم حشم بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أرى إذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا فاسمح ولا فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا يا قلب أنت وعدتني تضيق وتجرى نور الوجود طالما
معدين الجود. نزول يا بابا آه الله الله يا بابا اسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا اسلم عليك يا بابا زيد الرسول يا بابا ونجيك نزور يا بابا زيد الرسول يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا زيد الرسول يا بابا ونجيك نزور يا بابا زيد الرسول يا بابا ونجيك شكرا شكرا لكمال رزوق وتلتحق بنا كذلك زينب لأنها كانت طبعا مع الأطفال كانت تحني لهم تلتحق بنا زينب تركي وبالمناسبة أنها مناسبة دينية وأجواء دينية واستحضار السيرة النبوية استحضار خصال الرسول صلى الله عليه وسلم من بينها الرحمة ومساعدة الغير وإحنا نتمنى ومشاهدينا الكرام في هذه الأجواء وفي هذا الشهر المبارك ولما لا طول السنة مساعدة الغير مساعدة الفقير زيارة الأقارب وكذلك بهذه المناسبة نتمنى لكل مرضانا الشفاء العاجل وإن شاء الله يرفع لنا كل وباء وكل هذا الداء وهذا الوباء وعلى كل الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمعين طبعا نتمنى أن كل الصفات وخصال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مناسبة أن نستحضر طبعا السيرة النبوية شاهيناز يقول الشاعر خير احتفال بالنبي محمد وأخذكم بشريعة القهاري فشيء جميل جدا أن نذكر في المولد دائما بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبصفاته وبسيرته النبوية العطرة لأن هذا نحن ما يخصنا يخصنا فقط صفات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نتمسك بها فهذه دائما تكون فرصة لتذكير أولادنا وتعليمهم في المساجد كما قلت في المنازل أيضا في بعض الناس أيضا حتى في منازلهم يريد يقرأ السيرة النبوية لأولادهم ولأطفالهم حتى ينوضوا دائما على الفطرة السليمة وعلى حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويريد أن ننبه الأطفال الصغار أولادنا يخفوا شوية من المفرقعات وكذا لأن هي صارت مظهر الاحتفال ولكن يريد تكون حتى نقول إحنا بقلة ولا بدرجة خفيفة
حتى نحتفل احتفالا جميلا يليق بمقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل مراد. احنا تكلمنا كذلك عن الرحمة، لأنه نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن مساعدة الغير في هذه الظروف، مساعدة الغير ليس إلا بهذا يعني في المولد النبوي الشريف، ولكن طوال العام، لأنه من صفاته خصاله. يا ربي نزل ورحمة العالمين إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله نتبعوا سيرة تاع النبي عليه الصلاة والسلام، نتبعوا سيرة تاعه كما قلت لك كلمة شابة، ماشي غير يعني في الأعياد، يعني كما المولد تفكروا ورمضان. تفكروا الجار، يعني تفكروا المريض، تفكروا صحة. صلة الأرحام، كذلك زيارة الأقارب. هذه يا والدين هذا معاملة صح، ماشي يعني احنا نقولوا السنة، يعني واحد هي المعاملة يعني تكون مليحة مع الناس كما قلتي والأقارب، ويكون مليح مع الناس تبسيمة لوجه أخيك حسنة صح، هكذا يقولوا صح. وهذه إن شاء الله نتبعوا، ومين ولادنا يتبعوا إن شاء الله السيرة النبوية إن شاء الله. بالنسبة لك زينب، مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لي مواقع التواصل الاجتماعي تاعي سي ما فيترين انايا في خدمتي. هاي في نفس الوقت يعني تحط ثقافة أخرى أو صناعة الحلويات اللي تدخل ضمن تراثنا. اكزاكتومون. الصفحة هي صفحة تاعنا ديليسي ميرفي في انستغرام وفيسبوك اوسي. واش تقولي لنا في النهايه؟ نشكرك كثير على حضورك معنا، لانه زينب اول مره معنا في تلفزيون الجزائري، اول ظهور لها عبر شاشه التلفزيون، بالاضافه انها جابت لنا مجموعه كبيره من الحلويات والاطباق التقليديه اللي تقدم كما قلت ليله المولد وصبيحه المولد. واش تقولي لنا في النهايه؟ نشكركم على هذه الدعوة، ونشكر التلفزيون الجزائري. شكرا لي. صحة مولودكم إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. تحياتي الخاصة لكل الحاضرين اللي معنا، ولكل بيان سور البنت خالتي اللي ساهمت معايا، يعني اللي خدمنا لهذه الحلويات مع بعض كذلك. يعني ولكل من لكل من دعمني وشجعني باش نوصل لهذا المشروع، الى زوجي، العائله، والعائله مي بارون مي بو بارون فوالا اون جينيرال. تحيتنا لهم، نقولوا لهم كذلك مولودهم مبارك. كما شايناز هنا شفنا وما زال ما كليناش. تفضل تفضل ان شاء الله تدوق. لا لا واش حبيت تدوق تفضل. ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله. حقيقيه ماشي حلوه حقيقيه. نخلصوا الحلقه وتشوفي كيفاش. خلصت ماشي حلوه حقيقيه. تفضل كمال، اقدم لنا تهانيك ولا كلمه اخيره بعدها. خليني نهني اهلي واحبابي في ولايه الواد، نقول لهم تحيه لكم على حبكم دائما لعاداتكم وتقاليدكم، ايضا الى كل الشعب الجزائري مره اخرى، الى الزوجه الكريمه، الى الوالد، الى الاهل، الى بنتي الصغيره يمينه ربي يحفظها ان شاء الله. أمين. شكرا جزيلا الى الفرقه الموسيقيه المميزه جدا، المميزه جدا بقياده الاستاذ جمال، يعطيكم الصحه، راكم على العين والراس. تحيتنا ليهم. مراد، انا عجبتني القعده بزاف. عجبتك؟ عجبتني القعده والله. احنا عجبتنا بوجودك سي مراد. يعطيكم الصحه على هذا الجلسه، ونذكروا ثاني مليح الذكر سيرتو يعني السيره النبويه كما قلنا، وعلى كاع العوايد تاعنا، ونشكركم ونشكر كمال رزوق يعطيك الصحه، وكاع اللي فاتوا يعطيهم الصحه، الصوت ما شاء الله وعندهم مستقبل زاهر. شكرا لك مراد. اكيد راح نستمع الى حاجه تقدمها لنا بهذه المناسبه. واش راح تقدم لنا؟ ما دام رانا في المولود حاجه في المديح، كل نور من نور الهاشم يكمل راسه ان شاء الله. انا بالمناسبه فقط مدام معنا السيده زينب طبعا بن تركي، نشكرك كما قلت على الحلويات، نشكرك كذلك السيده مروه منا حرفيه في صناعه الشموع اللي جابت لنا الشموع اللي كنت تشاهدوها، هي كذلك حرفيه جديده، نتمنوها التوفيق لما لا. ونشكر كذلك السيده زاهده ياسف دار ياسف للخياطه الرفيعه، نشكر لها على اللباس التقليدي اللي راني لابستو في هذه الليلة، كذلك الأطفال راهم لابسين الزي التقليدي الجزائري الأصيل من إبداعها. نشكر كل من حضر معنا في هذه الليلة، كل الوجوه اللي حضرت معنا وشرفتنا بحضورها، وأكيد راح نستمتع الآن بما وش راح تقدم لنا. كل نور من نور الهاشم يكمل. أنا مديح النبوي. تفضل سي مراد. الله يحفظك أختي شنس.
بديت باسم الغني من ليل ومثل اسم المولى حجاب كل مسألة يزيدنا اسم الله في النظام هي فدي قعدني وهداني من أسج الغزل الغزل غزل يرقيب وفت العمالة يزيدنا جعني مداح النبي في قوالي حب عين الرحمة في مهجتي نزل عن مدحو منزول والرسالة يزيدنا هو روحي راحتي وشغالي كل نور النور الهاشمي كمل طه بحر الوفا إمام الفوض على يزيدنا المجد صلى عليه نعم العلي الرسول بدر الزين المكمول مخلوق الله بحاله مخلوق الله بحاله على راحة العقول مول السيف المسلول هزم العدا بنصالو هزم العدا بنصالو على الزهرة الباتول طب القلب المعلول زوج تعالي وحلالو زوج تعالي وحلالو وسل عن ساير الأزل جاه ولادها وجاه البودا لا يزيدنا الجيلاني كل من هواني بجاه مولاي دريس تايق الفحل رجال مدينتو مولا فشتا لا يزيدنا مولاي عبد السلام والباقاني الملايك وما في اللوح منتزل نتوسل بيك ليك كل مساء لا يزيدنا استجب دعوتي وقبل سؤالي كل نور بحر الوفا إمام وضع لا يزيدنا نمت الصلاة علي نعم العلي عبد الشرفة المطرز الغزل مبارك ما خفاش من سوس السلالة يزيدنا رجايا في الكريم يجبر حالي طايع الشرفة وطلبه الفضل محبتهم في حشايا ما زال يزيدنا جمعة وعوام الشهور وليالي اسلام ينهيبوا ليهم مرتسل سلام اللي يزول من غير جهالة يزيدنا فرح الورد والزهر هو دي يكون نور من نور الهاشم يكمل طه بحر الوفا إمام فوضى لا يزيدنا نمد الصلاة عليه نعم العالي وكل نور من نور الهاشم يكمل طه بحر الوفا إمام الفوضى لا يزيدنا نمد الصلاة عليه نعم العالي نبتدي قولي بسم الله والصلاة على رسول الله يا عظيم الصفوة والجاه لا تخيب القاصر فرحي يا ربي صلاة على محمد دوم فرحي يا ربي يا سيدنا محمد
صلاه على رسول الله جد ما في ارض وسماء جد ما هو في علم الله ما يعلم به للواحد فرحي يا ربي صلاه على محمد دوم فرحي يا ربي جسيدنا محمد على رسول الله عدد ما في أرض وسماء الصلاة على رسول الله عدد ما في أرض وسماء عدد ما هو في علم الله ما يعلم به للواحد فرحي يا ربي صلاة على محمد دوم فرحي يا ربي جسيدنا محمد آه يا رسول الله أنت الحبيب حبيب ربي حبيب ربي لا تجزني أسيدي رسل المرسول الله 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 يا مولاي يا مولانا يا الله يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا الله وصلتو دين المجيب مجيب طالبو اه يا ربي عبدك وقيم دليل الله 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 اه يا مولاي يا مولانا يا الله اه يا مولاي يا مولاي يا مولانا يا الله شكرا شكرا جزيلا لك مراد جعفري طبعا استمتعنا مع بعض مع بأداء المتميز للفنان مراد جعفري في هذه الليلة وهذه السهرة كذلك المميزة شكرا لك شكرا لك كذلك لضيوفي الكرام مرة أخرى وللفرقة الموسيقية لرفقتنا خلال هذه الليلة وطبعا الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو جمال بافدال مشاهدينا الكرام نرحل بكم إلى الغرب الجزائري وإلى أجواء أخرى بمناسبة ذكرى مولد الحبيب المصطفى مولد محمد صلى الله عليه وسلم رح نتابعوا هذه الأجواء ثم نعود ملامح ثقافة عريقة وعادات أصيلة تتجلى من خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أين تجتمع العائلة لأحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء حميمية من عادات والتقاليد كذلك مدينة وهران التي ما زالت تحافظ عليها وهي هذه سموها التقنطة هذه سموها الطمينة وهذه سموها كذلك الطمينة يعني تجي كيما البصلة وهذا يسموه هذا مخدوم إلا بالمكسرات مخدوم باللوز والقرقاع وال يعني الأشياء اللي تعطي قوة ومع هذا لازم يكون بركوكس ألو أنا نعقل من كنت صغيرة يما كنت نوض صباح بكري وربي يخليها لي كنت نوض صباح بكري تعلق دابوغ الإعلام صلاة الفجر بابا راقد تعلق لنا الإعلام ونسمعوا الزغاريت ودير المكحلة على كتفها وتبقى تخلي في البارود هي بغيت تشد طيبة التقنطة بالسميد نورمال طيبها بالسميد ما فيها حتى حاجة تصفيها والسكر وتحطها ومن بعد نديروا الحنة للولاد بالزغاريت وانا التقاليد انا معلمة ولادي ملي علمتني يما معلمة ولادي ومعلمة حباباتي فاني كي يكون هكا راخو بسيمانة نتعلمو نعيطو بعضنا بعض باللي سيادة الراسو نتلايمو ونديرو التحفلة كيما هكا انتخنو كل وحدة ودير حاجة ونفعلا ما نسيناش التقاليد لا في العيد لا في حتى حاجة ما نسيتها
باش ولادي يكبروا ولاد ولادي على حسب كعلمتنا يما وبابا. كان حبيب الله محمد في غار حراء يتعبد، في جنبي أطهر قلبي يهتف بسم الله ويشهد. كما تتسابق المساجد إلى أحياء الذكرى بإعداد حلقات عن السيرة النبوية الشريفة وتأمل النصوص الدينية، وذلك لقدسية المناسبة. نحيى ذكراه لتحيا فينا سنته ونتخذه أسوة وقدوة لنا، فالله سبحانه وتعالى أمرنا به بذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي علينا جميعا أن نكثر من ذكراه ونكثر من الصلاة عليه ونتفحص حياتنا تجاهه عليه الصلاة والسلام. يظل الاحتفال بمولد خير الأنام عند العائلة الوهرانية له نكهة خاصة وطابع تقليدي متوارث عبر الأجيال. نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. مشاهدينا الكرام، طبعا تابعنا هذا الموضوع للزملاء من المحطة الجهوية لوهران، وتابعنا مواضيع أخرى لجميع المحطات التابعة للتلفزيون الجزائري، محطة ورقلة الجهوية، قسنطينة وكذلك بشار. تابعنا كل الأجواء طبعا الخاصة بالاحتفالية بذكرى مولد خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه. نشكر الجميع، نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الليلة وهذه السهرة لجمعتنا بمجموعة من الوجوه الفنية. تحدثنا عن الأجواء الخاصة بهذه الاحتفالية، عن عادتنا وتقاليدنا الجزائرية الأصيلة. طبعا بالمناسبة نقولكم صحة مولدكم، كل عام وانتم بخير، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله يا ربي أن يرفع علينا هذا الوباء وهذا الابتلاء يا رب يا كريم. بالمناسبة وفي آخر وفي ختام هذه الليلة، جميل جدا أن نسمع مديح لزاد النبي وفرحنا به طبعا للفنان الراحل عبد الرحمن عزيز بهذه المناسبة وهذه الليلة المميزة وهذه السهرة المميزة لجمعتنا بكم. طبعا زاد النبي وفرحنا به راح نسمعوها في لوحة أخيرة في هذا البرنامج وفي هذه الليلة بصوت ليلى بورسالي، حسنة هني، مراد جعفري، وببجرة عبد الرؤوف. أتمنى لكم أوقات ممتعة، ليلة سعيدة، إلى اللقاء. زاد النبي ليلة الاثنين جد الحسن جد الحسين، زاد النبي ليلة الاثنين جد الحسن جد الحسين.